سالها غبار جنگ که فرو می نشست، تصویر شفافی از غارت، تجاوز و ویرانی باقی می ماند. اینها فرزندان تنی جنگ بودند که صفحات زیادی از تاریخ را به رنگ خون در آوردند. تاریخ ورق خورد و با آمدن محمد صلی الله علیه و آله و سلم علم جنگ در مبارزاتی بالا برده شد که هیچ غارت و تجاوزی به جا نمی گذاشت. جنگ جهاد شده بود و پیامبر در کنار شجاعت پای نیت خیر و شرافت را هم به ملک باز کرده بود. اما امروز کسانی از راه رسیدند که به نام پیامبر و با پرچم جهاد جنگ را به فرزندان سابقش رساندند. غارت، تجاوز و ویران، مجاهدین خودخوانده. إن الجهاد في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله العليا فريضة مفروضة كفائية، وقد تكون عينية إذا احتلت أرضنا ودست ودنست مقدساتنا، يتحول إلى فرض عين على كل مسلم ومسلمة. الجهاد مفهوم إسلامي وقيمة أخلاقية. فعل الإسلام الجهادي هو الذي يدفع عن نفسه الأذى، يدافع عن قومه وعن أرضه، وليس من باب أن يتعدى على الآخرين. نحن نعلم عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة هدر دم عدد من قلة من المشركين. هؤلاء كانوا يؤذون، يحملون الحقد على الإسلام وعلى المسلمين. حدود 1400 سال پیش مردی که برای رنگ خدایی زدن به زندگی انسان فرستاده شده بود جنگ را هم بی نصیب نگذاشت. او سلاح به دست گرفتن در مسیر مبارزه همیشگی حق و باطل را معنای تازه بخشید و این بار تیزی شمشیرها، نیزه ها و تیرها را به مجاهدهی تبدیل کرد که بخشی از بار مبارزه با طاغوت و باطل را به دوش بکشد. من معانی الجهاد القتال للظلمة وللمعتدين وللمحتلين. الجهاد يعني المقاتلة وليس القتل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر، يعلم ويبشر، ولا ينفر ويكفر. بعد از فرو نشستن غبار چنین جنگ هایی بود که کودکان، زنان، کهنسالان، درخت ها، رودخانه ها، آبادی ها و خانه ها سالم و پابرجا باقی می ماندند. غارت، تجاوز و ویرانی نسبتی با این جنگ ها نداشتند، چون او قواعدی برای جنگ وضع کرده بود که انسانیت و شرافت را مثل شمشیر برای مجاهد ضروری می کرد. لما رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن موضوع الجهاد القتالي كان يريد من الآخر، من المستكبر، أن يتنازل عن صلفه واستكباره ليرى قوة المؤمنين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كما فسر ذلك في الحديث النبوي نصرت بالرعب مسيرة شهر. مجرد الاستعداد القوي، مجرد إعداد العدة المنيعة، فإن الخصم يهاب ويخشى ويقبل بأن يستمع ويصغي لا أن يقاتل ويطغى. Thank you.
كذلك مثلا موضوع الجهاديين، اليوم يطلقون موضوع الجهاديين ويريدون بهم القتلة الفجرة، ومع أن كلمة الجهاد هي كلمة مقدسة، كلمة عظيمة. أو مثلا التكفير، الكفر معناه أي إنسان كافر ينبغي أن تقتله، لا ليس هذا المعنى. در زمانی ما بوسا فرق می کند. اینها مجاهدان خودخواندهی هستند که پوچه هایشان روی خاک افغانستان، سوریه، عراق و یمن می رسد و این بخشی از نتایج جهاد ادعای آنهاست. الشيخ أبو بكر البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اليوم هناك حرب ثقافية على أمتنا، يريدون حتى أن يغيروا المصطلحات. مثلا مصطلح الإرهاب، مصطلح الإرهاب هو مصطلح ترهبون به عدو الله وعدوكم. لماذا أنت تريد أن ترهب؟ أن تخيف العدو حتى لا تقتله، تخيفه حتى يبتعد عن طريقك لكي لا يقع في الشباك القتل وما شابه ذلك. فإذا ما يفعله اليوم الإرهابيون، من يحمل السلاح، أنه يدخل على قرية فيذبح الناس فيها، ويدخل إلى مكان فيسبي النساء فيها، ويقتل الأطفال هنا أو هناك، هو لم يشم رائحة الدين، ولم يعرف حقيقة القرآن، ولم يقرأ شيئا عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء شبههم الله عز وجل، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني يحمل كتب. الحمار هل يستفيد من الكتب أو لا يستفيد من الماء وهو عطشان؟ لا يستفيد. أين عملهم من السيرة النبوية؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالرحمة وبعث للرحمة وبعث لإتمام مكارم الأخلاق، أين الأخلاق في سلوكياتهم؟ هل قطع اليد والجلد والذبح والقتل لمجرد أنه شيعي أو لمجرد أنه سني أو لمجرد أنه أيزيدي أو لمجرد أنه من أهل الكتاب، هذه إنسانية وهذه رحمة؟ أين الرحمة؟ الجهاد هو عبارة عن عملية جراحية. الجهاد لم يأتي ليقتل الناس، الجهاد فيه حكمة. والعلماء مثل الصلاة والصيام والزكاة وضعوا شروط دقيقة محددة حتى يكونوا جهادا حقيقيا، جهادا لنصرة المظلوم، جهادا من أجل الحق ومن أجل نصرة الحق، ليس جهادا تقتل المؤمنين والمؤمنات وتفجر بيوت الله وتقتل العلماء وتقول لجهاد وسنذهب إلى الجنة ونعيش ونتمتع بالحور العين. هذا بهتان عظيم. وهذه يسمى جهاد تطورت في أيام أفغانستان عندما جاء السلفية الجديدة، مش التقليدية القديمة، الجديدة، عن طريق السياية حطوا طعم جديد في هذه الوهابية. واقفا، خلي الأشار، يا أخوي الحمد لله رب العالمين، فضل لله عز وجل، جاهزين الحمد لله. يا أخوي أبو عمر، شلون اليوم
عملت رياضة؟ الحمد لله. إيه؟ عملت درس عسكرية؟ عملنا. وبعدها؟ بعدها قرأنا قرآن. مستعد أن تخرج الآن؟ أصبح هذه السلفية أكثر إرهابيا، أكثر دمويا، وفي وقت الحاضر السلفية أصبحت تكفيرية. هذه الجماعات تقول مسلمة، يتكلمون بألسنتنا ويصلون في مساجدنا ويؤمنون مسلمين، ولكن هذا هو الخطر، هو الإنسان، العدو واضح، لكن هؤلاء يقولون مسلمين، هؤلاء يقولون يجاهدون في سبيل الله. لكنهم في حقيقة أمرهم وفي ماهية أمورهم هم عملاء وجدوا من قبل المخابرات الدولية والإمبريالية والعالمية والصهيونية لزرع هذا الفيروس وهذا المرض داخل قلب الأمة الإسلامية. أجفني من السحر شرافت و انسانیت کجای این معرکه پیدا می شود؟ و کدام یک از قوانین جهاد در حال رعایت شدن هستند؟ حتی اگر ساده روحانی فرض کنیم که هدف می تواند وسیله را توجیه کند، باز هم برای اثبات تفاوت این جنگ ها و جهاد واقعی راه سختی پیش روی ما نیست. لقد أصبحوا هؤلاء، لقد أصبحوا ليس أعداء للمسلمين فقط، لقد أصبحوا أعداء للإنسانية جمعاء. الإعلام اليوم ينقل هذه الصور إلى كل العالم، فهل هناك عاقل يقبل بما يجري في بلادنا؟ هل هناك إنسان يرضى أن يفعل به ما يفعله هؤلاء الذين يحملون السلاح ويعتقدون بأنهم يحسنون صنعا؟ يقتلون كل من لا يتوافق مع أفكارهم. لذبح السنة وشي عنتم؟ ذبحتوا النصارى، ذبح المسيحيين، ذبحتوا المسلمين، ذبحتوا السنة، الشيعة، الأيزيديين، الصابئة، ماذا أبقيتم؟ وأما أنتم يا قبيلة قريش فها هم الرافضة قتلوا ابنكم
واستغذتم بآل سلول ليأخذوا الثأر من الرافضة ويأخذوا حق ابنكم ولكن لا جدوى. وأما أنتم أيها الرافضة المشركون وخاصة أنتم يا روافض جزيرة العرب، بديش سالها با صرف هزینه ها بزیاد و با ابزار خیال تصویر دروغینی از اسلام و مسلمان ها ساخته بودند، حالا بازی جدیدی را شروع کردند. در بازی جدید از داستان و خیال و هزینه های ساخت تصویر مورد نظر آنها خبری نیست. در خاک سرزمین های اسلامی یک مسلمان با سلاحی که از پولهای رسیده از یک کشور اسلامی دیگر خریداری شده، در مقابل یک تصویر بردار مسلمان خون مسلمان دیگری را با ندای مسلمانانه الله اکبر می ریزد. مرش گردان هم دستهایش را توی جیبش گذاشته تا همه ی هزینه های بازی و همه ی تبعات آن به پای اسلام و مسلمین نوشته شد. من أنت حتى تزهق روح الله؟ من أنت حتى تذبح باسم الله جل جلاله؟ يذبحون ويقطعون رؤوس الناس، الله أكبر. والآخر المسكين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أي دين هذا؟ وأي تفسير للدين؟ تقتل باسم الله وباسم نبي الله وباسم أنبياء الله. الآن وجدوا سلع جديدة وهذا الخوف، الآن يبيع الخوف، الآن الخوف أيضا زي الزمن، لا يحتاج إلى تعب، لا يحتاج إلى عمل من البنوك، يعني استثمار جيد جدا وبعد فترة وجيزة يأتي بفلوس كثير. يخوفون أهل الإسلام، ليتهم يخوفوا الصهاينة في أرض فلسطين. اسم الجهاد يقتلون المسلمين ويستحلون دماء الموحدين ويمهدون لقيام دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل بقتل البلاد، بقتل العباد وخراب البلاد. ما هذا هو جهاد الإسلام؟ وما هذا هو جهاد خير الأنام؟ نيات آيا إن آتش بازية مستاق مبارزه همیشگی حق و باطل. سلاح به دست گرفته ها چطور نماینده حقند و چگونه با باطل می جنگند؟ چطور می شود که هم حق و هم باطل در سرزمین های اسلامی بازید؟ اما مظاهر جهانی و تابلودارهای باطل امن و امان به فکر خرید برای تعطیلات می شود. پرچم جهان به دست نااهلان افتاده است، اما کدام دست پرچم است؟ معما خیلی پیچیده است. و هذا السيطرة الجديدة الذي أكل العالم تشكل مذاهب جديدة في الإسلام. عندما نتكلم العائلات الكثيرة، يعني عائلات المذاهب الذي مصدرها الوهابية، هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ومن يمولهم. أن ظاهرة الدواعش أو ظاهرة التكفيريين إنما هو مشروع علني لخدمة المشروع الأكبر أمريكائيل. أمريكائيل لماذا؟ لأننا إذا ذهبنا إلى الكنيسة الإسرائيلي لوجدنا على الباب كنيسة دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. إسرائيل لن تتوسع على حساب دول قوة قوية، فلا كان لابد من هدم العراق وسوريا ومصر، ودي خطة حطتها ديك تشيني سنة 1998 اسمها خطة الطوق النظيف. والخطة دي اعتمدوها في المعهد القومي الأمريكي، وهي تدمير ثلاث دول محيطة بإسرائيل وهي العراق وسوريا ومصر حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق الحلم التوراتي من النيل إلى الفرات، لأنك تعلم أن الذي يحكم أمريكا
هي المسيحية الصهيونية. الطريق إلى بيت المقدس لا يمر ببغداد، والطريق بيت المقدس لا يمر بدمشق، والطريق إلى بيت المقدس لا يمر بلبنان، والطريق إلى لا يمر بسيناء في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، جدر المذلة لا تدك بغير زخات الرصاصي، والحر لا يعطي القيادة لكل كفار وعاصي، وبغير نضح الدم لا يمحى الهوان عن النواصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا اليوم من عدوه وأن يعاملنا بفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، بإذن الله النصر أو الشهادة. تكبير، الله أكبر. وأين القضية الفلسطينية؟ فسترى أنها سلسلة، كل حلقة مربوطة بالأخرى. تمام؟ طردهم من سوريا، مغادرتهم سوريا، وأين ذهبوا؟ إلى قطر، وقطر لا تستطيع أن تتنفس إلا بأمر أمريكا. وأقول لشبابنا، لأحبابي، لأبنائي في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في مصر، يا أبنائي، يا فلذات أكبادنا، يا مهج أرواحنا، دماءكم غالية علينا، هلم بنا لنقصد طريق الجهاد الصحيح الذي يمر ببيت المقدس، يمر بفلسطين، يمر بأرض الإسراء الذي تنادي وإسلاماه وإسلاماه. عندما نقول لبيك يا أقصى، لبيك يا فلسطين، لبيك يا قدس، نتوحد على مشروع عزوي واحد. هذا هو الجهاد، وهذا هو التحرير، وهذا هو النضال، وهناك الحور العين، أما هنا فجهنم برص المصير. جهاد که روزی یکی از ابزارهای گسترش حق و انزوای باطل بود، حالا به لطف بازیچه‌های ماجراجوی زمان ما وسیله‌ای برای انزوای جهانی اسلام شده است. کسی نام پیامبر را برای پرچم و پرچم جهاد را برای کشاندن پای مسلمان نماهای جنگ طلب دزدیده است.